ابو شاله او قرده. هنا خليت لبن عادي يعني مسويته بالبيت، تقريبا عندي مخليته هنا 5 إلى 6 كوب، وراح انزل عليهم ايضا مي نفس الشيء 5 كوب مي، وراح اخلي بيها جميد او كشك من هذا ينطيها طعم كلش طيب. طبعا هذا قوي، حاولوا لا تخلونه هواي. راح اخلي ملعقتين اكل، راح اخلي بيضه. من تخلي اكو ناس تخلي بيضه، اكو ناس تخلي نشا، اكو ناس ما تخلي شيء، هاي ما راح يخلي اللبن يخرب وياك لحد ما يغلي. نضبط كلش زين، وراح احتاج بعد مي، بس اول شيء راح اخبط واخليها على النار، وراح اضيف بعد مي، وبعدين نشوف شلون يصير القوام ننتقل للخطوة اللي بعدها. خليت بعد مي لحد ما صار قوامها مثل الشنينة، هسه راح علقت النار وراح ابدي احرك بيه لحد ما يغلي، بعدين نضيف الرز. بدأ اللبن يغلي مثل ما تشوفون، وما خرب عندنا لان خلينا بيه بيضة. راح استعمل جازمين رايس من هذا او الرز المصري، غسلته هنا عندي، اني مخليه 3 كوب. راح انزل شوي ونخبط، وهسه راح اوطي النار. بعد ما راح اخلي التمن الرز، راح اضيف الملح، اوطي النار واتركها تنطبخ على مهل لحد ما نوصل للقوام اللي احنا نريده. راح اوطي النار مع تحريك مستمر، وديروا بالكم راح تبدي تطفر عليكم وراح يكون كلش حار. راح انزل بقيه الرز. طبعا الرز حسب كمية اللبن اللي احنا سويناه. تحريك مستمر ونرجع لكم. بعد ما نزلت الرز كله راح اضيف ملح، ما راح اكثر لان الجميد عندنا يكون مالح، فانت حسب الرغبة تذوقوها تشوفون شكد محتاجة ملح. مع التحريك مستمر ما تتوقفين، راح الاكلة تاخذ وقت هواي، بس بالنهاية أكلة طيبة وصحية، وعادة الكل يحبها. يعني نبقى على هالشكل لحد ما نصل للقوام اللي احنا نريده. هالشكل هذا طفيت النار، هسه راح ابدي اصب. بعد هاي بعد ما تبرد راح يثخن قوامها اكثر. هاي راح ابدي اصب، ما تنترك بالجدر، هي حارة نصب المواعين، بعدين حتى نسوي الصوص اللي نقدمه وياه. الكمية كلها واللي تبقت هنا هاي طبعا اني اكلها لان احبها كلش. وهسه راح ننتقل نسوي الصوص مالتها. الصوص راح يكون نذوب زبدة اول شيء. بعد ما نذوب الزبدة نحاول نحرقها، بس ما تكون على النار بالشكل هذا لحد ما يتغير لونها شوي يصير اغمق. اني النار كلش متوسطة. ما حرقنا الزبدة بالشكل هذا، راح نطفي النار، خليها اطمعون التقديم. الزبدة اللي ذوبناها راح نخلي راشي، وراح نخلي دبس.
خلصت وهسه نقدمها ويا هذا الصوص. عادة نسوي ثقب بالنص أو يعني نخليه في معون صغير ونخليه من هاي الصلصة بيها وتتقدم ويا هاي الصلصة. وألف عافية. وهاي الأكلة حلاوتها تكون بالكنيسة، عادة ناكلها بالكنيسة تكون كلش طيبة. أشوفكم بخير إن شاء الله، وأتمنى تكون عجبتكم، أكلة صحية وطيبة كلش، جربوها راح تحبوها كلش. بوش بشلامة وبخيرة ألها خزنة أخو هماشة كل أخو. وراح نخليه دبس وخلصت. وهسه نقدمها ويا هذا الصوص. عادة نسوي ثقب بالنص أو يعني نخليه في معون صغير ونخليه من هاي الصلصة بيها وتتقدم ويا هاي الصلصة.